شركة سامسونج عملاقة الهواتف الذكية أصبحت تضع اهتماما كبيرا في هواتف الفئة المتوسطة بعد أن صارت هذه الفئة من الهواتف تجذب معظم المستخدمين بسبب مواصفاتها الكافية لمتطلباتهم وسعرها المتدني مقارنة بالهواتف الرائدة. دعونا نتعرف على أفضل 5 هواتف طرحتها سامسونج هذه السنة من الفئتين المتوسطة والاقتصادية. قبل البداية لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة لتشجيعنا على الاستمرار. أولاً جالاكسي A52. نبدأ مع A52 الهاتف الأكثر شهرة والوريث الشرعي لهاتف A51 أحد أنجح هواتف الشركة في العام الماضي. في هذا الهاتف ستجد تصميما مشابها لهواتف الشركة الرائدة مع شاشة مميزة حجمها متوسط 6.5 إنش وأصبحت تدعم سرعة تحديث عالية لإضافة تجربة استخدام سلسة. أضيفت سماعات ستيريو وميزة مقاومة الماء والغبار وهذه مواصفات مقتبسة من الهواتف الرائدة. ووضعت الشركة معالج سناب دراجون 720 جي المتوسط الأداء مع بطارية بحجم 4500 ميلي أمبير لكن مع سرعة شحن 25 واط فقط ورقم لم يعد مبررا عند مقارنته مع المنافسين في هذه الفئة. يمكنك الاعتماد على الكاميرا في هذا الهاتف فقد تحسنت عن الجيل الماضي وأضيفت لها مميزات جديدة مثل المثبت البصري. نقطة ضعف الهاتف تكمن بالمصنعية البلاستيكية الضعيفة رغم المظهر الذي يوحي بالفخامة، لكن بشكل عام الهاتف يعد صفقة رابحة ضمن فئته حسب معظم المقاييس وسعره يبدأ من 350 دولارا. ثانيا جالاكسي A72. ومن A52 ننتقل لشقيقه الأكبر A72 حيث يتشارك معه معظم المواصفات. الاختلاف الأبرز هو حجم الشاشة الأكبر هنا بمقاس 6.7 إنش وطبعا هناك سرعة تحديث عالية 90 هرتز ومقاومة ماء وغبار وسماعات ستيريو. الاختلاف الثاني هو تركيبة الكاميرات حيث نجد عدسة تليفوتو للتقريب البصري، هذا يعني أن الهاتف يحتوي تشكيلة كاميرات مقاربة للهواتف الرائدة وهذا أمر جيد. البطارية حجمها 5000 ميلي أمبير لكن سرعة الشحن 25 واط والشاحن داخل العلبة هو بقدرة 15 واط فقط مثل A52 وهذا شيء غير مفهوم من الشركة. على الورق ومن خلال التجربة الهاتف ممتاز، يبدأ سعره من 450 دولارا، لكن دعونا نطرح سؤالا مهما، هل هذه الفروقات مع شقيقه A52 تستحق زيادة في السعر بنحو 100 دولار؟ خاصة إذا وضعنا في اعتبارنا أن المعالج هو ذاته رغم أنه يعد أقل من المنافسين في هذه الفئة السعرية. هنا القرار يعود إليك. ثالثا جالاكسي M62. إذا كنت تبحث عن هاتف من سامسونج يعطيك أطول وقت ممكن من الاستخدام فعليك بـ M62 صاحب البطارية العملاقة. نقطة التميز في هذا الهاتف نجدها في المعالج القوي Exynos 9825 رغم مشاكل معالجات Exynos إلا أن هذا المعالج يبقى أقوى من أقرانه في الهواتف المتوسطة الأخرى بصفته معالجا رائدا وتم استخدامه في هواتف Note 10 وهذا يضعنا أمام نقطة قوة للهاتف وهي أداء الألعاب حيث يتفوق معالج الرسوميات. الشاشة حجمها كبير بمقاس 6.7 إنش لكنها تأتي بسرعة تحديث 60 هرتز فقط وهذه نقطة سلبية تسجل على الهاتف، لكن أهم ميزة قد تدفعك لشراء الهاتف هي البطارية كما ذكرنا سابقا حيث تأتي بحجم 7000 ملي أمبير وهذا أكبر حجم لبطارية هاتف من الشركة، ستدوم معك ليومين من الاستخدام الطبيعي بارتياح. أيضا أعجبتنا فكرة وضع بصمة الإصبع بجانب الهاتف حيث تعد أسرع وأكفأ من البصمة المدمجة تحت الشاشة. سعر الهاتف يبدأ من 320 دولارا ويعد منافسا شرسا لـ A52. رابعا جالاكسي A32. ونعود لسلسلة هواتف A ومع خيار اقتصادي قوي الكلام عن هاتف A32 الهاتف المناسب لمن يبحث عن تجربة الاستخدام لنظام هواتف سامسونج مدمجا مع مواصفات مقبولة بسعر قليل. الهاتف ليس بجمالية A52 و A72 من حيث التصميم حيث يتبنى تصميما أقل عصرية وجاذبية، لكن من حيث المواصفات يمكن القول أنه جيد من حيث الشاشة والبطارية ومقبول من حيث الأداء وضعيف من حيث المصنعية. وبما أنه يأتي بسعر منخفض مقارنة بباقي هواتف سلسلة A فالهاتف يفتقر لميزات شقيقيه A52 A72 مثل مقاومة الماء وسماعات الستيريو والكاميرات القوية، لكن بشكل عام يعد الهاتف خيارا جيدا بالنسبة للسعر حيث يبدأ سعره من 210 دولارات، لكنه ليس الأفضل ضمن هذه الفئة السعرية حيث تتفوق عليه هواتف الشركات المنافسة.
خامسا جالكسي A02 أرخص هاتف صدر من سامسونج هذه السنة. من الواضح أن الهاتف موجه لأصحاب الاستخدام الخفيف والمحدود، هنا لن تجد مواصفات قوية أو حتى متوسطة. الشاشة من نوع TFT LCD حجمها 6.5 إنش بدقة HD+ تفي بالغرض، لكن لا تمنح تجربة عرض محتوى مماثلة لباقي الهواتف. المعالج ضعيف نسبيا ويقدم الحد الأدنى من متطلبات الاستخدام مثل التصفح والمكالمات ومشاهدة المحتوى، وهذا طبيعي للهواتف في هذه الفئة السعرية. بالطبع لن يقدم لك تجربة جيدة في الألعاب. إحدى نقاط الضعف في الهاتف هي عدم وجود بصمة الإصبع، فعليك استخدام الوسائل الأخرى التقليدية لفتح الجهاز. الكاميرا في الهاتف تأتي بعدسة أساسية واحدة من الخلف، ونتائج الصور مرضية. أما البطارية فسعتها 5000 ملي أمبير، وهذا أمر جيد، لكنها لا تدعم الشحن السريع. الهاتف يعد خيارا جيدا في الفئة الاقتصادية، حيث يبلغ سعره $100. كانت هذه أفضل 5 هواتف للفئتين المتوسطة والاقتصادية والتي أصدرتها سامسونج هذه السنة. هل اشتريت أيا منها؟